التسبيح خدنا بعيد وياه. العمر بيفوت ويمر بين حيوي ومر، وطريق ماشيينه اسمه حياة. ضحكتنا ودمعتنا في حياتنا حكاياتنا مع ناس، وده جنبك أقرب لك من قلبك وفي طيبته، ومفيش ده بكرة وده بايع بالفطرة ومعندوش إحساس، وقلبي ما بيحبش يبقى خسارة يعني. وتمشيه مهما بيكون صعب، ساعات بتلاقي في سعادتك ساعات ياخدك لجرح وغل، وناس عنك تشيل همك ويفرحوا لو تكون فرحة، وده منك ومن دمك، لكن بقى في لحظة يا شيخة. تصوري كنت فاكراكي داخلة. بس من امتى بتسأليني انا رايحة فين وبتكلميني كده ليه اصلا؟ انا اسفة، المفروض نسيبك تصرمحي براحتك. انا بتصرمحش يا فيفي. رايحة فين برضو؟ خارجة عندي بروفو. في مشكلة؟ مع مين؟ فندم. حقيقي نشفش ريقي لحد ما نزلتي معايا، بس بجد بقى انقذت حياتي. انقذت حياتك مره واحده؟ اه طبعا، ما هو انا لو كنت نزلت لوحدي كان زماني لسه محتاسه، ما كنتش اشتريت حاجه، كان زماني بلف على فرده حلق واحده. ولو كنت بقى اقنعتي فيفي تنزل معايا كان زمانها بقى جابت لي لبس صحك عشان اروح بيه حفله اخوكي. لو كنت نزلتي معايا كان زمانها لبستك جينز وتيشيرت. ياه الحمد لله على السلامه. ايه ضحكتك؟ بقالها اربع ايام خرجت وما رجعتش. تعالي بقى عازمك على حاجه حلوه. بس في محل هنا عايزه. ايوه فيلم ايراني، ايه المشكله؟ هنا في مصر مش خطر؟ خطر خطر ايه؟ مش فاهمه. يا اللي اعرفه ان الايرانيين في مصر بيترقبوا. يترقبوا ايه بس يا احمد؟ يا ريت حاجات على الايراني بس، ده فيه يوغوسلافي وكوري ودنماركي. والله صدقني هيعجبك هتشوف. انا كنت فاكر ان الحاجات دي ليها اماكن عروض لكن مش في السينمات العربية. شذا حبيبة مامي. طيب انتوا ادخلوا انا هحصلك. جبت فشار؟ اه. صباح الخير يا دكتور سعد. صباح النور.
بلغوني في شؤون الطلبه اني هبقى مسؤوله عن سكاشن حضرتك. اه ده حقيقي. ايوه بس انا دكتور رفيق حنا كان مفهمني اني هبقى المعيده معاه هو. اه معانا اتفقت معاه ان احنا نبدل وهو وافق. طب وتبدله ليه؟ المعيد اللي كان معاك كان هشام، وهشام ممتاز. لا ما انا هبقى مرتاح اكتر لو انت اللي معايا. هو ده مضايقك في حاجه؟ يعني كنت تفضلي تكوني مع دكتور رفيق؟ انا ما يفرقش معايا، زيك زي دكتور رفيق، زي اي دكتور هنا في الكليه. انا كنت فاكر ان انا عندي مكانه اكتر خصوصيه. يعني خصوصيه ده ايه؟ يعني على اعتبار شغلك معايا في العياده ومساعدتك ليا في الدكتوراه ومساعدتي ليكي في الماجستير. دي ما اسمهاش خصوصيه، اسمها زماله. ما انا جبت سيره حاجه غير الزماله. ماشي كده تمام. طب هو ايه تسمحي لي اني اقول صداقه كمان؟ يعني 10 السنين اللي فاتت ديت تسمح بوجود اي نوع من انواع الصداقه؟ احنا مش اصنام يعني. يا دكتور سعد من فضلك انا ما بحبش. انا يشرفني ان يكون عندي صديقه في ادب واخلاق وثقافه وشطاره حضرتك يا دكتور افنان. كل ده وانا ما اعرفش اي حاجه. انا اصلا مش مستوعبه ان انا لسه حكيه لك دلوقتي. طب واخواتك يعرفوا حاجه؟ ادم وايه؟ احمد لسه عارف من قريب، عارف بالصدفه كمان. صدفه يعني ايه؟ شفنا في السينما مع بعض، فاضطريت ان انا اقول له انه محمود بس مستني الظروف تتحسن وبعدين هيجي يتقدم. طب وعارف انك سبتيه؟ لا مش معنى ان انا حكيت له معناها انه الحاجز اللي ما بيني وما بينك اتكسر. مش زي ادم وايه يعني. وانا الحاجز اللي اتكسر النهارده مش هيتبني تاني. ماما انا عمري ما كنت اتخيل ان انا ممكن اقعد افوت فضلك كده، ولو اني ساعات كل اللي انا كنت محتاجاه ان انا ارمي نفسي في حضنك وافضل اعيط وانت تفضلي تطبطبي عليا ومن غير ما تعيطي تطبطب عليك. مساء الخير. ايه المفاجاه دي؟ ازيك يا انجي؟ ازاي حضرتك؟ ممكن اقعد؟ اتفضل. انت جاي تعمل شوبينج زينا ولا ايه؟ لا لا انا بشتغل، جاي اعمل تور على محلات اللي هنا. شفتي محل الورد؟ لا. هو محل الورد هنا؟ ايوه كلهم في البيت عندك عارفين. ايوه صح كلهم عارفين. ايه ده ايه ده ايه يا ابني انت بتسمعه ده؟ وطي البتاع ده شويه. وعمال يفتح مزيكا وفنان. ايوه عشان بتسموا الكلام ده فن ازاي؟ يعني النهارده اتفرجت على حته الدين فيلم ايراني. فن حقيقي ابداع يعني. فيلم ايراني ها؟ اه على فكره انهم بيسمعوا سينما راقيه جدا. يعني فن حقيقي يعني فن من وجه حركه المشاعر ده. لكن تقول الهبد والرزق ده فن ازاي يعني؟ ماشي يا معلم عندك حق، هو الهبد ده فعلا مش بيحرك المشاعر بس بيحرك جثث بيرقص. الناس اللي بتعمل المزيكا دي على فكره مش قاعدين في كومباوند زينا. دول الناس بتصحى من النوم ما بتسمعش غير خبط وديستورشن وزعيق وصوت عالي، فطبيعي ان المزيكا اللي تطلع شبههم دي تبقى هم عشان فن صوتك. الكلام ده سمعته فين؟ يعني ايه سمعته فين يا محمد؟ عادي يعني رأيي، مش بكرر الكلام زي البغبغان. رأيك؟ اه. طب وبالنسبة بقى للشيخ آدم اللي كان من سنتين لابس جلباب قصيرة ومربي دقنه وما بيسلمش على بنات وعايز يحجب اخواته، ما كانش بغبغان بيكرر الكلام ولا ايه؟ يا عم ما تقفرش ماشي بس خلاص يعني فترة عدت. ايوه عدت خلاص يعني. انت مين بقى في كل دول يعني؟ مش عارف والله يا ابو حميد، انا كل دول ولا حد. انا نفسي. ولا ادم انت شايفني ازاي؟ يعني ايه شايفك ازاي؟ يعني مثلا ايه رايك في شخصيتي؟ يعني انا مثلا شايفك هوائي، ما بتسمعش الكلام، مالكش كبير، أي الأدب طبعاً. طبعاً. أنت بقى شايفني إزاي؟ شايف شخصيتي إزاي يعني؟ تايواني. تايواني؟ تقليد يعني تايواني. مرة التايواني بتاع بابا الله يرحمه. مرة التايواني بتاع خالك سامي. مرة التايواني بتاع رصاص كوشير ومدرس العربي. لما أنت مين بقى؟ أنا عارف تكون كدابي. قلت لك اني عارف. تكون انت اصلا كدابي قلت لنفسك انك عارف، فاهم؟
جالك عشان عايز اربع تذاكر العرض بتاعك. مش انت كان عندك عرض النهارده؟ ايه يا معلم، انت من امتى عارف ان عندي عروض؟ انت ليك اصلا في الستاند اب كومي؟ ناس صحابي في الجيم. ايوه انا عرضك حلو ودم خفيف، قلت يعني روح اتفرج. طب ايه، طيب حلوين صحابك اللي في الجيم دول؟ يا ادم دي تذاكر واتصرف انا ولا ايه؟ يا عم بهزر بهزر. حاضر هجيب لك يا باشا تذاكر. ادم ابو الفضل شير. انا ادم، هو لسه قايل اسمي. انا رابع اخ في عيله مكونه من خمس اخوات، وده اكبر دليل ان ابويا وامي ما عدوش على اعلان تحديد نسل واحد. حمد، احنا عندنا يا جماعه موضوع كده غريب في العيله، انا ابويا وامي الاثنين بحرف الالف. مش عارف هو اتجوزها عشان حرف الالف ده، او هو كان عامل مشكله حرف الالف في حياته، ولا في ايه بحرف الالف؟ فاول ما خلف جاب خمس عيال سموهم كلهم بحرف الالف. مين هنا يا جماعه اخ صغير؟ قليلين كده بس كده. طب مين هنا اخ كبير؟ الاخ الكبير ده بيبقى حقل تجارب بالنسبه للام والاب، هم مش فاهمين ده ايه اصلا. يعني هو الام والاب خلفوا طفل اول فبص له، طب اوكي نعمل ايه بقى دلوقتي؟ فبيحصل حاله كده من بيحقنوه، عارفين البطله ميجي يزغطوا، بيزغطوا بقى الطفل. الطفل بيصحى من النوم، هو الاولاني بقى اول ما بيصحى من النوم، يلا يا حماده الاول بقى، يلا يا حماده 1 2 ايه، طب يلا سمع عم الاغنيه اللي سمعتها لك، طب يلا العصفوره بتقول ايه، طب البطه بتقول ايه، طب الدك بيقول ايه، طب يلا فين شوز، فين بنا، فين نونا، فين طنطا. فبيطلع مش فاهم حاجه، بيكمل كده بقى للاخر، هو عيني مش فاهم اي حاجه. عامه نيجي بقى للاخ الوسطاني. الاخ الوسطاني ده يا جماعه عامل زي البقدونس ده اللي هو تحت الكفته، عارفين؟ هو انت تاكل الكفته بعدين فجاه تلاقي اصلا بقايا البقدونس على الكفته، بس هتاكلها وخلاص تمام. يعني انت مش عمرك ما هتدوق طعمها عشان انت مش هتحس بيها اصلا. ده حاجه كده بتيجي انت وانت ما خدتش بالك منه، هو ملوش اسم اصلا، اخو فلان اخو علان، هو عمره ما حد بيجي باسم. انا بقى نيجي عليا انا يا جماعه ما تربيتش عامه. ليه بقى؟ عشان الاهالي عامه لما يجوا على الرابع والخامس بيكونوا زهقوا، بيقولوا ما تربوش. انا يا جماعه مهندس وشغال على اوبر، والموضوع ده مضايق اهلي جدا. متخيل ليه يعني؟ انا بقى جايبني في سؤال الاوبر دي بقى يا جماعه حاجات. مثلا يجي لك اوردر، تروح تلاقي واحد طلب الاوردر فتح الباب رزعه باب ثلاجه امه، لا هو فتح رزعه وقعد، قال لك البطل. بطل ايه يا معلم؟ يقول لك البطل. هو بقى عنده في البطل ده، هو رايح مثلا يعمل مهمه سريه وشغال في المخابرات اصلا، فهو مش قادر يقول لك البطل احمد عبد العزيز عشان هو مستعجل جدا. تيجي بقى ايه، يجي لك اوردر بنت ومرات البنات بقى. مبدئيا انت حلمك اصلا هي تركب تقعد قدامي، بس طبعا انت قذر مش تقعد قدامي، تقعد ورا. طبعا اول ما تركب انت تفتح التلفزيون تقول لها جايب ليمانت رادي من 5 جنيه، فتقول لها يا اخي انا حضرتك تحب البنت. هي طبعا بتبص لك شايف بتكون ايه في كده حاله من التعالي. ففجاه بتتفاجئ من هذا الجمال، تقول لك بتاعتي بني. ايه ده؟ دي جمله عربي على فكره اسمها بن. يعني ليه بن؟ عادي انت تقولي بن. بعدين تقول لك الموبايل. ليه ما عادي احنا هنعدي على الامريكان بقى الموبايل بقى. ليه يا جماعه عادي، ما موبايل بني عادي. فتيجي بقى هي عايزه تنمر عليك، فطبعا تكتشف ان احنا عابدين في الاخر. طبعا تعالى تعالى مش قصدي. ففجاه تكتشف ان هذه الفتاه من عابدين عندها المقدره ان هي تغير لك حياتك وتشقلبها لك بشكل او باخر. بس انا مش عايز اخش اكتر الموضوع ده عشان ايه، هو بيرسونال شويه. شكرا متشكر قوي. شكرا يا زوج. شكرا حبيبي. اهلا. ايه بتعملي جوه كل ده؟ بتشوق جمهورك يعني قبل ما تطلع له؟ مش نجم انا يا ماما، فاكريني بني ادم عادي زيكم كده؟ تعالي هعرفك على اهلي. معلش هاخدها منكم ثانيه واحده. خد يا شاطر تعالى هنا. حياتي ها، عايز فيدباك بس من غير سفالة. احلى واحد في العرض النهارده ولا ايه؟ اكيد. وانت طبعا كنت بطه لو انت قاعده على كرسيك يا هانم. انت عارفه انك الميوز بتاعته؟ ميوز يعني ملهمه. ما انا عارفه. طيب قرار، وعارفه ان انا هندم عليه اشد الندم. ايه بقى؟ بارتي عندي. ما تهزريش بقى. دلوقتي. وتعزم اللي انت عاوزه. ماشي. وانت؟ طيب انا هاجي بس نصاي. لا مش هينفع، انا مدي كلمه لاخوكي.
كلمه وقول له ان احنا هنخرج مع بعض ونتاخر شويه. شايف ايه يا واد؟ بتعمل عليها دكر ولا ايه؟ لا اعمل عليها دكر واعمل عليكي دكر واعمل دكر على اي حد. اوه لا طب انا هروح اسلم عليهم. ادم اهلا اهلا اهلا. اوه ابو حميد صحابي عايزين يتصوروا معاك يا سيدي. اهلا شهيره. اهلا ساره. وينك وين؟ اخوكي في الصعيدة. انا اهلا بيك. بقولك يا مين، احنا اتقابلنا قبل كده؟ ايوه طبعا كتير. لا احنا ما تقابلناش بس، احنا اتخانقنا مع بعض كمان في عيد ميلاد لينا من سنتين. ايوه ايوه فاكر. اه يا جماعه دي الرقاصه المشهوره رشا الوكيل. ايه ده انا عارفاكي على فكره، انا جيت لك الجاليري كتير قوي. بجد؟ ايوه حضرت كذا معرض. نايس. ابو حميد دي حبيبه. اهلا وسهلا. هشوفها كتير الفتره الجايه. انت بقى احمد، انت عارف انا بقالي قد ايه نفسي اشوفك؟ فرصه سعيده حضرتك. حضرتك؟ مش طب ماشي يا جماعه بالظبط، اديني ثانيه هرجع اتصور معاكم. معلش ثانية واحدة. انت بقى اللي زرقت له عينه؟ اه انا. شكر قوي على زوم. يعني ما ندمتش انك جيت؟ انا كنت هندم لو ما جيتش. الامر هناك بقى دي امي. القمر دي حبيبة؟ ايه مش كده؟ انت احلى من وصف ادم بكتير. وانت كمان احلى من هو وصفك بكتير. ميرسي. ازيك يا ماما؟ ماما؟ وما جابلكيش سيرتي بقى؟ لا ازاي يا حاجة بسيمة؟ ايوه كده، ولا ما كنتش هدخلك البيت. حضرتك الدكتورة مش كده؟ صح. مين حبيبة بقى؟ زميلتي. سواقة اوبر برضو ولا كوميديان؟ لا مهندسة ان شاء الله. اهلا يا حبيبة. ازيك؟ نعم انا هروح اخرج مع صحابي شوية. تخرجي تروحي فين تاني؟ انت ما كفاكيش خروج؟ ما خرجتي اهو. هروح معهم زمالك. روحي يا حبيبتي. روحي يا حبيبتي. هو ده اللي ربنا قدرك عليه؟ انا عارفه كل اصحابها وعارفه امهاتها. يا اختي ما تضايقهاش على البنت المفعوصه دي، واستعيها على نفسك شويه. اللي عمري ما شفتلك صاحبه ولا رايحه نادي ولا جنينه. ده انا لما عرفت انك جايه معانا النهارده قلت يا هودي ما اسكتي بقى وتخليكي في نفسك. عن اذنكم يا جماعه، ودي فرحه توصلي يا حبيبتي. اللي انت مش هتيجي توصلني؟ لا طبعا مش هينفع اوصلك ونزلك بالعربيه في وقت زي ده. ليه مش سواق اوبر؟ لا سواق اوبر يا اختي بس مش هينفع. يلا طيب عن اذنكم تصبحوا على خير. انت من اهله يا حبيبتي. خلي بالك على نفسك. ها هتموتوا. عارف عارف بس مش هريحكم. انسوا. انت اللي ما بترديش عليا دلوقتي بتعملي الحركات اللي بتجننك مني. اكيد مش قصدي ردها لك، بس كنت محتاجة وقت كده افكر في كل حاجة حصلت من ساعة ما احنا قابلنا بعض. فاكر لما كنت بقولك ان احنا هنتحدى كل حاجة؟ كنت عبيطة عشان كل حاجة كانت واضحة قدامي زي الشمس. انا بس اللي ساذجة وكنت بعمي نفسي. انا حتى لو قلتلك اني اتأكدت في كام يوم اللي فاتوا دول ان انا ما اقدرش اعيش من غيرك. تأخرت قوي يا محمود، كنت لازم توصل للاكتشاف ده من زمان. يعني بطلت تحبيني؟ معرفش، بس اللي انا عارفاه ان انا لازم احب نفسي، وان انا عمري ما هسمح لان انا احس الخوف اللي انا حسيته وانا عندك. عشان شفت الفرق بعينك؟ لا، عشان شفت ان انت عمرك ما هتعرف تحب حد غير نفسك. انا خلاص طاقتي خلصت، مش هينفع اكمل. انا لازم ارجع لأهلي. مش عارفه مقلقه انا من فيفي جامد، عماله تبص لي بصات غريبه في رايحه وفي جايه. بتقولي رايحه فين وجايه منين؟ او مامي عليا. تفتكر ممكن تبقى شاكه في حاجه؟ مش عارف ومش عايز اعرف. مش عايز تعرف؟ اه مش عايز اعرف. يعني مش عايز اعرف عنك كل حاجه، ومش عايز حياتك ومواضيعك يبقوا حتى اهم من حياتي ومواضيعي، عشان الموضوع ده بقى يخنقني.
هقعد على نفسي ولا عليكي اقول لك ان انا مش متضايق ومفيش حاجه. لو انا متضايق انا مش عارف اعتبرك اختي ولا انتمتي اللي وهب نفسي وحياتي ان انا ابقى معاها وهي بتحب واحد تاني، وكمان ابقى موافقك ومشجعك انك تحبي استاذنا اللي متجوز اللي قد ابوكي. انا جيت على نفسي جامد ومستحمل ان اطلع معاكي طلعتك المجنونه واكبر اشاعه ان المعهد كله يبقى فاهم ان احنا متصاحبين، بس هما مش عارفين ان انا بتاع الدليفري اللي بوصلك للاستاذ بتاعك، وابقى معاك وانتوا خارجين عشان محدش يشك في حاجه. بس انا خلاص مش قادر استحمل، لو كنت بجد عايز اعرف ما احبكيش مش هينفع تبقي معايا على طول ونخرج مع بعض على طول. انا اسف. طلعي انانيه بقى وساعديني انت كمان ان انا بقى كويس، ولو كنت فعلا بتعتبريني اخوكي وصاحبك زي ما بتقولي خافي عليا وارحميني زي ما انا بخاف عليكي يا ايه. حاضر. عايز امشي. زيزو مش انا عايزه. تروحي ازاي؟ هروح ما تقلقش. بارتي انيمالز يعني مالهم؟ بارتي انيمالز انا مفيش مره خرجت فيها غير لما لازم اخبط في حد فيهم، ما كانش الاثنين. لا هو اللي انا مستغربه حاجه ثانيه خالص، هو زي انت وادم اخوات؟ بطني قلابه بقى. لا بارتي شكرا. ممكن وايت واين؟ وايت واين اه. انت بتحب الوايت واين؟ مش لدرجه بحبه بس يعني كل فين وفين كده ممكن اخد مثلا جلاس او اثنين. انت بتحبه؟ عجبني. انا بصراحه بحب الاغنيه دي قوي. تعالى تعالى تعالى. لا 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 انت مش قادر النهارده. I'm
ان انا مش موجوعه ولا منهاره ولا اي حاجه. طب كويس يعني كويس، بس غريب برضو، عارفه اكني خلصت كل الاكتئاب والدموع وكل حاجه في الوقت اللي احنا كنا مع بعض فيه. رد تلاقيه بيطمن اننا وصلنا. بس هو انا شامة حاجه غريبه ولا مناخيري هي اللي بايظه؟ حاجه ايه؟ منتيني ان انا مناخيري مش بايظه. ده ايه الوضع الغرامي اللي انتوا فيه ده؟ تعالي انت كمان في حضني. ده بقمره ايه؟ ده من غير قمار. يلا اتفضلوا السفره جاهزه. ما انا طالعه عندها. طيب يلا. طيب روحي واحنا جايين بعديكي. علموكي تقطمي الكلام انت كمان اول لما ادخل. كلام ايه؟ طب ما هي بتقول لك تعالي في حضنها اهي. انت لسه مقموصة؟ والله العظيم ما وقفت مع ولا بنت، ولا وقفت هقول لك عشان انا مش بلدك ولا بخاف. عامة لو عملت اي حاجة حتى ولو كانت كبيرة هقول لك برضو، عشان اوري ان اضعف او اغلط، عشان احنا كلنا بني ادمين، احنا مش ملايكة. بس ده مش معناه اني عايز اعمل حاجة يعني، وعشان لو عملت حاجة هيكون ليكي منتهى الحرية انك تعملي اللي انت عاوزاه. فاهمة قصدي؟ لا يا حبيبي ما بفهمش. انا جو النفس أمارة بالسوق والكلام ده انا ماليش فيه. انت تمسك نفسك كده عشان لو ما مسكتش نفسك كويس انت عارف كويس قوي ايه اللي هيحصل. طب بصي بقى، انا اقول لك حاجه وانا مش مسؤول عنها عشان انا الصراحه كده تحت تاثيركم. خير؟ عايز تقول ايه؟ انا بحبك حبيبه. لا ما هو مفيش حاجة اسمها تحت تأثير الخمر ومش عارف أنا بقول إيه. ده أكيد لو قلتها يبقى قصدها مش كده؟ ماشي ماشي أنا فاهم، بس عامة يعني الشخص اللي بيحب شخص لازم يحترم نفسه احتراماً للشخص اللي بيحبه، وأنا عامة مش محترم. طب إيه كمية الاحترامات دي؟ ممكن تحترمي نفسك بعد إذنك. طيب انا بقى بحبك وبموت فيك وانا في كامل قواي العقليه ومستعده اشهد بكده في المحكمه كمان. كابتن وقت وين؟ بتشرب ايه من؟ لا ده وايت واين. اوكي افتكرت خمر. ده طلع حلو قوي الوايت واين ده. يا حبيبي ايه ده؟ في اغنيتين عايزين نسمعهم. وانا معايا ليست. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Bada bang bang. Come.
برج المراقبة عندك ايه يا محمد؟ لا الرؤية من هنا عظيمة عظيمة. اسمح لي اتوجك يا ملك. تعالوا تعالوا احضروا راحة التتويج. معالي السلطان. هلا يلا بس يلا تعال معايا بس بص انت انت بتستقبلي ها تعال تعال معايا بعد اذنك تقوم معايا بعد اذنك هتزعلق ما تقلقش انا معاك ما تقلقش هتروح معانا ولا ايه لا انا يلا يا بنتي يلا ما تقلقش مدام رجعت هتبقى كويس انا هديك فورا لما نروح هتبقى زي الفل الويسكي ولا عامل فيك ايه؟ ايوه طبعا مش ازازه النبيت اللي انت بعتها امسك بس امسك هو الويسكي اغسل وشك كويس؟ انا تمام في احسن؟ سمارة؟ لا ميرسي ما بحبش سمارة؟ انت بدخن ايه من امتى وانا بدخن عادي من ساعه ما شربت ويسكي انا طلبت لك قهوه تطلع تشرب في الهواء احنا هنشرب قهوتنا بره وانتوا لما تخلصوا سجايركم حصلين اه اكيد هو امر ايش والله على حد علمي اه الهواء الحلو ده هيفوقك اتجوزتي قبل كده؟ انا؟ لا ما اتجوزتش لا ازاي عندك طفلين؟ احكي لك بس المهم دلوقتي تفوق انا اسف على ايه؟ بوصلكم يومي يومي ما بصش بالعكس انا اصلا من فتره ما بصتش بيوم زي النهارده سكران ليس علي حركة بعدين على فكرة الواد وائل أخويا ده ياما صحابه جابوه لنا متشال أيوة بس نكبر من وائل بكتير يعني فضل كلنا عارفين كده He just a number في نظرية مألفة كده اسمها نظرية ال 11 سنة إيه بقى نظرية ال 11 سنة؟ فرق من عمري 11 سنة ما بين 5 سنين في كلية حقوق اللي ما بحبهاش وخمس سنين تدريب في مكتب محامي ما بطلوش والاثنين طلعت منهم ترول البرسيم طب السنة 11 12 شهر بقى وزي ما العمري كله خبرتي في الحياة تملى حكاوي 20 سنة لكن 31 ما وعدتيش لا ده انت كمان لو اتحيلتي عليا شوية ممكن يملوا حكاوي أقل من 20 سنة طب بالعكس بقى الحكاوي اللي عندي تملى 11 سنة 20 سنة بقى فاضيين ده لو مالو 11 سنة أنا آسف تاني؟ أنا لما شفتك تاني بعد ما اختفيتي مني زمان فرحت طب استنيت لحد ما أنا اللي جاي يسلم عليك في الجنة احمد ربنا انك جيتي عشان كمان نفسي بستخدم لغايه دلوقتي هو انت يعني ايه مش متجوزه ومخلفات ابو حميد مش هنروح بقى ولا ايه؟ اه يلا
تمام. بياخدنا بعيد وياه العمر بيفوت ويمر بين حيوي ومر وطريق ماشيين واسمه حياة ضحكتنا ودمعتنا في حياتنا حكاياتنا مع ناس وده جنبك أقرب لك من قلبك ده بيكرا وده بايع بالفطرة وما عندوش إحساس وقلبي ما بيحبش يبقى خسارة يعني حكيتنا ودمعتنا في حياتنا حكاياتنا معنا وده جنبك أقرب لك من قلبك وفطبته ما فيه ده بيكرا وده بايع وتمشي مهما بيكون صعب ساعات بتلاقي في سعادتك ساعات ياخدك لجرح وغل وناس عنك تشيل همك ويفرحوا لو تكون فرحة وده منك ومن دمك لكن بقى في لحظة Yeah.